ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. مساء الخير سيد أسامة، أهلا بك معنا. بداية، يعني هذه الاستفادة التي حققتها قناة السويس وهذه الإيرادات المرتفعة التي وصلت إلى أعلى مستويات في تاريخها، إلى أي مدى من الممكن القول أن قناة السويس لم تتأثر بشكل كبير بأزمة الشحن وأزمة سلاسل التوريد التي يعاني منها العالم؟ ألو؟ ألو، نحن نسمعك. تمام. طبعا الحمد لله احنا يمكن قناة السويس ما تأثرتش حتى بأزمة كورونا في 2020. يمكن الحزم التسويقية اللي احنا خدناها والحوافز اللي اديناها للسفن تتراوح ما بين تخفيضات من 17% ل 75%، يمكن حافظت على المعدل بتاع قناة السويس في 2020 مطابق ل 2019. في 21 طبعا احنا الحمد لله يمكن ما تأثرناش، لكن احنا بنقول ان في رواج دلوقتي في النقل البحري وفي التجارة العالمية، فاحنا الحمد لله يمكن عدى عندنا سفن من 1/1، لو قلنا السنة دي يعني من 1/1/21 لغاية 21/12 21 لغاية أمس، يعني مقارنة بالسنة السابقة هنلاقي إن في 20,000 سفينة عدوا خلال 21، 20,100 بالظبط، وسنة 20 كانت 18,328 سفينة بفارق زيادة 9.7%. الإيراد بالدولار كان حققنا في 2021 $6,153,000,000، وفي 20 $5,450,000,000 بزيادة 12.9%. والحمولة برضه كانت $238,000,000 طن، وفي نفس التوقيت كانت $137,000,000 بزيادة 8.9%. طيب الفريق أسامة، السؤال عن الخصم الذي ستمنحونه على رسوم العبور لناقلات الغاز المسال، كيف ستستفيد قناة السويس من هذه الخصومات، وماذا تتوقعون أن تحققون كنسبة إيرادات نتيجة هذه الخصوم التي ستمنحونها؟ خلينا نقول ان سفن الغاز الطبيعي المسال الساحل الشرقي الامريكي احنا ما كناش البديل الاول بتاعه، ما كناش بيعدوا في قناه السويس. لما عملنا تخفيضات السنه اللي فاتت في 2020 عشان كورونا عملنا تخفيضات تصل لغايه 75%. دي عملنا اعلى ايرادات او اعلى عدد سفن من الغاز الطبيعي المسال الامريكي عدى في قناه السويس. زي ما بيقولوا حضرتك ما كناش احنا البديل الاول بتاعه، احنا مستمرين هذه السنه، بس الموضوع ان عشان نحافظ على عدد السفن دي انها تمر عندنا. طيب ماذا عن حصة قناة السويس السوقية في هذه المرحلة، وماذا تتوقعون بالنسبة لعام 2022؟ والله احنا الحمد لله 21 طبعا زي ما بقول لحضرتك كان في رواج في النقل البحري، وكانت عدد السفن كان واضح فيه زيادة ملحوظة، نظرا لان كان سنة 20 طبعا كلنا عارفين انها كان فيها اغلاق تام للمواني وللمدن ولل حتى للسلع والحاجات دي. في 21 في سلاسل الامداد طبعا مش حتى مش لا يمكن مش لاحق مش قادره تلاحق او تلبي طلبات اللي مطلوبه ليها في السوق، عشان كده زاد يمكن عدد السفن. نتوقع ان شاء الله في 22 على الاقل الست شهور الاولين او نص السنه يعني ان يبقى بنفس الرواج اللي كان في 21، ونحقق برضو نفس المعدلات اللي احنا كنا وحقينها. ده اللي واضح لغايه دلوقتي في السوق، يعني لغايه على الاقل الست شهور الاولين من السنه الجديده ان شاء الله. طيب الآن العالم كله يتحدث عن متحور أوميكرون، وبدأت الكثير من الدول تتخذ إجراءات لتفادي انتشاره ولتفادي إغلاقات كاملة، ونحن يعني في العالم لم نكن قد تعدينا مرحلة المتحورات الأولى من الفيروس. ما هي الإجراءات التي من الممكن أن تتخذونها في قناة السويس لتفادي حصول أزمة شحن جديدة وأزمة ربما يعني احتدام او ازمات في الشحن عبر القناه في هذه المرحله؟ والله احنا عندنا خبره بقى في 2020، يعني احنا كنا برضو من اول الهيئات اللي كانت اتخذت اجراءات احترازيه في كورونا، والحمد لله حافظنا على معدل ان احنا ما حصلش عندنا حتى اصابات في المرشدين بالذات، كان يهمنا قوي المرشدين، عشان لو حصل اصابات كثيره في المرشدين كان هياثر في عدد المرشدين اللي ممكن يطلعوا على السفن، وبالتالي كنا ممكن نلغي سفن انها تخش في قناه السويس. فاحنا حافظنا بالاجراءات الاحترازيه اللي احنا خدناها، وكانت اجراءات صارمه وكنا مؤكدين عليها، الحمد لله نجحنا. برضه احنا جاهزين بنفس السيناريوهات اللي احنا عملناها في الازمه اللي فاتت،
سواء كانت اوام اللي زاد عليها ان هي التطعيم بقى. يعني دلوقتي كل المرشدين المدينه متطعمين، كل العمال اللي موجودين بيشتغلوا في عمليات الانوار او الرباط كلهم متطعمين، فاحنا جاهزين للمرحله الجديده لا قدر الله لو حصل حاجه، ان احنا هنبقى ان شاء الله زي ما خدنا الخبره في 2020 ان احنا ننفذ نفس الاجراءات اللي نجحت في 22 ان شاء الله. طيب ما هي ربما التدابير او الاجراءات او ربما المشاريع القادمه التي من الممكن ان تتخذونها في قناه السويس ربما لتوسعه او لزياده حجم العمليات ولمواجهه المنافسه المتزايده في المنطقه على موانئ الشحن البحري؟ شكرا لحضرتك على السؤال ده. طبعا احنا دايما قناه السويس دايما في تطوير دائم، ودايما بنشوف بنلبي طلبات العملاء ونتكلم معاهم ونشوف هم محتاجين ايه. اللي احنا بنعمله دلوقتي يمكن بعد حادثه ايفر جيفن، احنا الجزء الجنوبي اللي هم ال 40 كيلو اللي من كيلو 122 ترقيم القناه للكيلو 162 احنا بنعمل فيهم تطوير، فيهم 10 كيلو بيتعمل فيهم ازدواج، يعني في قناتين موجودين فيهم، وده هيسمح بزياده عدد السفن داخل قناه السويس بعدد زياده 6 سفن. ال 30 كيلو التانيين اللي من كيلو 132 لكيلو 162 بنعمل توسيعه على جهه الشرق، يعني بنعرض بنزود العرض بتاع القناه 40 متر، وبنزود في العمق من 66 قدم ل 72 قدم او من 24 متر ل 27 متر، وده هيسمح بتطوير بزياده الامان المياحي في الجزء ده بنسبه 28% عما كان عليه. خلال بنلبي طلبات العمال. كم هي المده الزمنيه او المرحله الزمنيه التي ستنتهون من هذه الاعمال؟ احنا محددين كالمخطط بتاعنا الزمن 24 شهر ان شاء الله ينتهي في شهر 6/23. وخدنا الوقت الكبير ده ليه؟ لان احنا العمل بيتم في الوقت اللي يكون القناه فيه فاضيه ما فيهاش مراكب، يعني بنستنى لغايه الكونفوي ما يخلص كله سواء الشمالي او الجنوبي عشان ما نعطلش السفن وما نقللش عدد المراكب وما نزودش عدد ساعات المرور، وبنشتغل بس فضل الفضله ودي بتبقى حوالي 5 ل6 ساعات بس في اليوم. عشان كده احنا هناخد 24 شهر ان شاء الله وننهي هذا المشروع. تكلفة هذه التوسعة تقريبا وتمويل هذه التكلفة، هل لديك أي أرقام حولها؟ والله احنا بنشتغل طبعا بال، يعني أولا ما بنستعينش، يعني احنا بنشتغل بالقرارات بتاعت هيئة قناة السويس بس، ما بنستعينش حد تاني، وشركة التحدي بتاعت هيئة المشتركة فيها الجرافات الإماراتية مع شركة قناة للمواني بنسبة 51-49، دول بس اللي احنا شغالين بيهم. وبالتالي التكلفه بتاعتها قللناها لاقل قدر ممكن على ما دار الله، بتوصل حوالي 6 مليار يمكن جنيه مصري. نعم 6 مليار جنيه، والتمويل من ايرادات؟ لا من هيئه قناه السويس. من هيئه قناه السويس. يمكن الفريق احنا الزياده بالذات، يمكن حضرتك ما قلتيش الزياده اللي زودناها 6% يمكن ده جزء منها كبير، او هي كله هيخش في موضوع التوسعه ده. يعني احنا لما بنزود برضه بنزود عشان ندي خدمه احسن وافضل للعملاء. طبعا، ونتمنى لكم دوام التوفيق. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنا أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم.